الله بركاته، يا هلا والله وسهلا ومسهم بالخير. نفع الناس والإحسان لهم تعطي العبد شيء من رزق الله وهباته وتوفيقه ومنحه جل وعلا لعبده. الله يقول عن يوسف: ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما. طيب لما وكذلك نجزي المحسنين؟ سبحان الله العظيم، من أحسن أحسن له، ومن أعطى كان عوضه أو كان عوضه وخلفه على الله جل وعلا مو على خلقه. في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق عليك. تخيل حينما يكون ذلك الجزاء من الله، ليش أنا قدمت لمخلوق وأعطيته؟ رحمة الله مطلب كل مؤمن. لك تخيل أن رحمة الله جل وعلا يكسبها العبد برحمة شاة صغيرة. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فناظر كيف أن بذل الخير والإحسان يستجل للعبد ما عند ربه جل وعلا من خير وتوفيق. لذلك القاعدة أن الجزاء من جنس